طبعا اليوم رح نحكي عن دور الجراحة الاستقلابية بتدبير النمط الثاني من داء السكري مع الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والتنظيرية وجراحة الصدر وأمين سر الرابطة السورية للجراحين العامين. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح أهلا الخير، وسهلا. صباح خير صباح لك. الخير دكتور، بداية خلينا نعرف داء السكري. داء السكري هو مرض يعني قديم قدم الأزل. عارف شلون؟ المشكلة الأساسية فيه إنه الجسم ما عم يحرق السكريات بشكل جيد لسببين، إما بيكون قصور بعمل غدة البنكرياس ما عم تفرز أنسولين صح، نعم أو قصور بعمل الأنسولين نفسه. هذا يبعت الأنماط المختلفة للداء السكري. نعم اليوم خلينا نحكي عن أنواعه، العلاجات الشائعة له كمان. هلا نحن الداء السكري حسب نوع المشكله بتصنف النمط. في عندنا نمط سكري شبابي، هو بيكون من الاساس يعني الانسان اللي بيخلق معه سكري، بيكون معه سكري، عرفتون؟ غده البنكرياس ما عم تفرز انسولين بشكل صحيح، عرفتون؟ او بكميه مناسبه. عندنا النمط الثاني هو السكري الشبابي، هذا بيصير انه نحن البنكرياس عم تفرز انسولين صح مزبوط، ولكن انه عمل هالانسولين هذا عم يكون يا انسولين مو فعال مزبوط، يا اما فعاليته على الخلايا الاستقلاب تبع الخلايا عشتون عم تكون مو جيده. هذا بيسوي نمط السكري الكهلي او السكري يعني النمط الثاني عشتون. في عندنا شيء بيصير احيانا السكر العربي هو السكر الحملي، بيصير احيانا بالحمل عشتون، ولكن بتراجع بعد الحمل. هذول اشياء ثلاث انماط موجودين للداء السكري حاليا. نعم يمكن أنماط عديدة، يمكن كمان للاستشارة كتير مهمة للأشخاص يلي أحيانا بخبصوا بالدواء، بيكونوا بنمط معين بينتقلوا لمن نمط آخر دون استشارة الطبيب، يعني هن لحالهم بيحلوا له. قديه مهم أيضا متابعة الدكتور واستشارة الطبيب لينعطى الدواء صح لما يتفاقم. تمام الحديث، نحن قلت لك السكري شغلة قديمة كتير يعني. نعم. من زمان لحديث قبل 100 سنه تقريبا ما يكتشفوا الانسولين، كان انه مريض السكري يعني مثل شبه الشخص محكوم عليه بالاعدام، يعني انه زي ما بعد فتره حي اختلطت السكري كذا او غيبوبه داء سكري حتصير معه يعني يتوفى. اكتشاف الادويه طبعا، عندنا انخفاضات السكر الفمويه هي النمط الثاني، او عند منك الانسولين اللي اكتشفوه وقتها 100 سنه. هلا حاليا سنه عم نحتفل بموضوع ذكرى انه 100 سنه على اكتشاف الانسولين، ادى نحن انه نحن صار في سيطره تماما على الداء السكري. مشكله الداء السكري مو نحن بس انه مجرد تحليل حللناه انه السكر طالع او نازل، الداء السكري بيتدخل بعمل كثير شغلات، يعني مريض الداء السكري عم بياثر على اكثر من وظيفه، شبكيه العين، الكلاوي، ممكن القلب، شلون احشاءات صامته كذا. فهو مرض يعني شائع، تقريبا خمسه الناس مصابين بالداء السكري بشكل او باخر، ولكن تدبيره بده عناية على مدى طويل ومواجهة بشكل طويل. عرفتون؟ ما بينفع الواحد يخبص دواء منه نعم. والله فلان خذ او خذ هالعشبة او كذا، عرفتون؟ لانه ممكن يصير عنده يا نعم. ارتفاع سكر غيبوبة يكون ارتفاع سكر، يا اما يكون عنده منه لا قدر الله نقص سكر كثير شديد، عرفتون؟ فبده دائما مواجهة الطبيب واستشافته ومتابعة بشكل دوري بالتحيل. صح نعم، عم نلاحظ احيانا يعني بعض الناس ما بتلتزم بالحميه مع السكري، او اذا بدها تاكل بتاكل حلو بتاخذ حبه سكري نعم. وعم بيزيد عندها السكري، ما في ضبط للسكر عندها بالدم. في اخطاء شائعه ايضا مثل ما قلت، يمكن اخذ الدواء بغير مواعيده، يمكن كمان حتى البدائل المفرطه اللي عم تساعد ايضا بالسكري. اليوم شو الحلول لهي المشاكل؟ نحن بشكل عام يعني قلت لك نمط، حسب النمط كان نمط كهلي او سكر شبابي، علاجين اشياء هو انخفاضات سكر فمويه لهم كثير تصنيفات، وعندهم منا نحن الانسولين للنمط الاول. عشتهم الشيء اللي صار تقريبا من 30 سنه بلشت هيك اول مقالات تنكتب عنها، عرفتون؟ ومن 10 سنين اخذ دور كثير فعال هو دور الجراحه الاستقلابيه بتدبير الداء السكري خاصه النمط الثاني، عرفتون؟ وجدوا انه نحن بعمليات تحويل المسار وطعم تصير، عرفتون؟ المريض بيكون معه داء سكري مثلا ارقام السكر عنده كثير عاليه، عرفتون؟ خلال اسبوعين ثلاثه عرفتون نص السكر، بتلاقي راجع فتره طويله، عرفتون؟ شو في انماط السكر، السكر بتاكل كذا، بتلاقي لا مضبوط، عرفتون؟ فلو انه الجراحه الاستقلابيه عم تعطي هجوع للداء السكري، هجوع يعني نحن الداء السكري عم ننيمه تقريبا 10 سنوات، معناته نحن بشكل ثاني اخرنا الاختلاطات تبعته منه كمان 10 سنوات. بس لكل الاوزان ولا الها معايير؟ هلا بقول لك نحن هي الفكره بدنا نحكيها، هي مو هي الجراحه الاستقلابيه مو للمرضى البدينين، يعني مو اسمه مريض بديني نحن عم نعمله عمليه، هلا مرضى البدينين اوكي عمليه قص معده كذا يعني تحويل مسار مشان بس لا في مرضى لا بكون وزنه ما كثير عالي
وزنه مثلا على الحد او اغلى شوي اعلى شوي صغير، بس ممكن تبدا الجراحه الاستقلابيه عم تعطي جوع الداء السكري شو حوالي عن 90% من المفضل على عمليات هشتون. نعم. طبعا هي دراسات مقارنه صرنا عم نشتغل عليها فتره تقريبا 30 سنه هشتون، ولكن من 10 سنين صارت انه لا لها دور كثير فعال الجراحه الاستقلابيه بتدبير نمط الداء السكري هشتون، وبالذات يعني في عنا انواع للجراحات، جراحه تحويل المسار او جراحه تحويل المسار المصغر. هلا من فتره عم يقارنوه انه تصغير الماده بقص الماده، لقوا نتيجتهم 80% شلون فعاليه المدفع لتحويل مسار او تحويل مسار مستخف. نحن نعطي رجوع للداء السكري 10 سنوات، هذا شغل كثير، نحن اخرنا الاختلاطات اوريدي كمان 10 سنوات، رح تحكي اياها شلون. نعم. مريض صاب داء السكري شبابي هلا مثلا عمره 40 سنه. صح. ضبطتي ما ضبطتي، متوقع خلال 10 ل 15 سنه يصير عنده اخطاء السكري الشبكيه على الكليه على كذا. نحن اذا عملنا رجوع 10 سنين فنحن يعني مثل صار نقلنا السكري ما صار 40 صار 50. نعم. فالاختلاطات بدل ما تصير بال 55 صارت بال 65 بال 70، فاخرنا يعني 10 سنين. لاي نمط الجراحه الاستقلابيه؟ لاي السكري؟ السكري النمط الثاني، السكري النمط الثاني كثير كثير مفيده بهالحكي هذا شلون. هلا يعني دائما نحن وين راح وصلنا المريض بيرجع بيرجع مرحله مثلا كان بصير نمط اول؟ يعني مو النمط، هي مثلا نحن هلا عاده مريض السكري بلشنا معه اول شيء بلش معه بحميه بسيطه تمام الحديث، حميه مشيت اموره كذا، حميه تمارين كلياته مشيت اموره مشيت ما مشيت من قبل بلش بادويه، بقى ادويه بنبلش نحن دواء واحد متفورمين ممكن ننفع اكثر نصير فيكتوزا مثلا ابرك كذا شلون، لا كذا ممكن بعد فتره لا لا بتصير نمط ثاني حتى الادويه بتاثر في صار انه يضطر ياخذ مثلا خايف الانسولين. نحن بالجراحه دائما وين وصلنا مثلا عم نرجع درجه لورا، وين موصل درجه منط درجه يعني مش درجه بالعلاج يعني. حلو. يعني مثلا كان ياخذ خفات سكر بس لا وجع الحميه. تمام. كان مثلا انه والله ما بستفاد على خفات السكر صار ياخذ مثلا انسولين لا بيقدر يرجع خفات السكر، يعني دائما عم يرجع درجه لورا شلون. وفتره رجوع 10 سنين هي فتره كثير مهمه جدا شلون، انه احنا اخذنا الاختلاطات اخذنا المشاكل 10 سنين يعني صح ان شاء الله تعالى. صح. طيب مستقبل هي الجراحات يعني العالم بتخاف لسه من تحويل المسار، لسه ما كتير اخذ مجده بسوريا، اكثر شيء قص المعده او التكميم، تحويل المسار شوي بيخربطوا فيه لانه هو بتوقع انه بصير في نقص فيتامينات بعدين في شو هلا الشيء الجديد اللي هو تحويل المسار. عاده هن كانوا يقارنوا كل شيء جراحات استقلابيه او جراحات بدنيه بتحويل المسار. من فتره 4 سنين دراسات واعده كثير سواء بأمريكا الجنوبية وسواء من أمريكا نفسها شلون، إنه نحن لا عندنا في شيء اسمه تحويل المسار المستقر، هي شغلة وسط بين نحن قص معدة وبين تحويل المسار، ما بيحتاج ياخذ فيتامينات طول الوقت أو الحديث. وهلا المستقبل هو تحويل المسار المستقر ميني جاستيك باي باس، هيك يعني عم تاخذ نمط أكثر شيء بيعطي نتائج، هلا كسوك نتيجة كثير جيدة شلون، وعمل لك قارنة تمام تحويل المسار لأنه ما بتحتاج فيتامين. النقطة الأهم من هالحكي هذا كله نحن مو ما أخذ مجده تحويل المسار أو ما أخذ مجده، عالميا نسب تحويل المسار عم تنشغل هو حوالي 15%. الركل الاكثر او يعني الرانج الكبير هو على 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 التكميم وعلى السليف يعني حوالي 80% عنا وبقى يعني مو ماخذ مجده. تمام. بس نحن الناس هلا حاليا انه انا معقول انا مثلا وزني خفيف مثلا وكذا شلون، انا حامل جراحه مثلا هو هي نفس تقريبا نفس الجراحه تبع بدانا شلون، ولكن هون نحن عندنا جراحه علاجيه لشغله ثانيه. هذا الفرق بين انه نحن بكل المراجع بكل شلون جراحة بدانة وجراحة استقلابية، هاي المفهوم نحن جايين نحكي فيه اليوم هو بافياتيك سيرجي جراحة الاستقلابية، مو انه نحن والله ميتابول يعني بين بافياتيك انه جراحة بدانة وبين ميتابوليزم سيرجي شلون جراحة استقلابية، هي الفرق بيناتهم. هاي عم تعالج شغلة ثانية وإلها نتائج كمان حتى بفرط كوليسترول الدم يعني كمان فرط شحوم الدم شلون، أعطينا محاضرة بفترة على القصة شلون، كمان نحن ممكن تعطي علاج فعال جدا في حوالي 80-85% من المفضل عم يساوي العملية. نعم. دكتور معلومات مهمة يمكن اليوم أضاءت عليها وفدنا فيها، وأكيد مشاهدينا بنتمنى يكونوا استفادوا من معلوماتك، نورت صباحنا لليوم. سلمي. شكرا لوجودك معنا. شكرا شكرا لوجودك معنا دكتور، وإن شاء الله بالحلقات القادمة بنحكي أكثر عن تفاصيل بتهم العالم. شكرا لك. تسلم. شكرا. يعني مع فقرتنا الطبية زينب فقراتنا العديدة والمتنوعة